واش نقول لك ام كورونا هكذا النص ده، لان هنا كان عندنا كيحتفل الناس بمولد نبوي، هنا كتعرف ليله د المولد كيكون السكسو الناس كتحتفل، والحمد لله على كل حال امور ان شاء الله ربي يحسن الاحوال ويكون كل شيء بخير وعلى خير وشويه وصافي، ماشي بحال دائما. والناس ملي كيكونوا كيمشيو عند العائله ديالهم وكيكونوا الاجواء د المولود والليله والناس كيحتفلوا كيكون اقبال، ودابا الحمد لله بركة الله كاين الحمد لله، اللهم لك الحمد، ونطلبوا من الله يرفع علينا هذا الوباء وعيد مولد مبارك لجميع الأمة الإسلامية، وإن شاء الله يربي دخلوا علينا بالصحة والعافية. لا رغم كورونا احتفلنا مع العائلة ديالنا، قمنا بديك المناسبة اللي كيقول لك كيف كتجرى العادة كل عام كنحتفلوا كنتعشاو كيجمعوا الأحباب في الدار، مي ماشي بحال الأيام عادي كنكونوا في الزغا كنتلقاو الأصدقاء وكذا، مي الحمد لله على كل حال ما كنفرطوش في هذه المناسبة كنحتفلوا بها. يدخل لهم الصحة والعافية، وكنتمنى يتداونوا مع بعضياتهم يكون أمة واحدة ويرفع علينا الله الوباء. مسائل الخضرة أنت كيف تشوف ما كاين لا زعما ما كاينش كاين شي إقبال بزاف على لا زعما الناس تسخروا البارح على البارح تسخروا يوم والو ما كاينش الناس دابا راه كتمشي كتزور العائلة هذا مع مع مولد النبي كتمشي تزور العائله شي حاجه زعما الاقبال فهذا في بيع وشراء دابا ما كاينش شي حاجه زعما واش نقول لك كنتمنوا عواشر مبروكه لكافه امه سيدنا محمد وعواشركم مبروكه نتوما بعد هذا نتمنوا ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا باش الامور ترجع ان شاء الله كي على هذا ديالها زعما ترجع كل شيء للنصاب ديالو ويرجع كل شيء للامور ان شاء الله ان شاء الله الاقبال كيرجع كما كان وترجع الخدمه ويتحركوا الناس كما كانوا شحال هذه. ايوا راك عارف الصراحه هاد كورونا هادي راه ما خلات كل شيء اصلا كما كان اصلا كما كنقولوا العام كامل سميتو العالم كامل راهو مضرور مضرور ضرر خايب الصراحه نطلب الله يسترو صافي، ولكن الحمد لله البركه ما كتخطاش من ناحيه بيع الشراء، الحمد لله البركه بنادم اللي قانع وهذا راه غادي يحمد الله ويشكره وبخير وعلى خير. هادشي اللي كان هادشي اللي دايرين اللي عينا، واخا مره كتخدم مره ما كتخدم كنجيو كنفتحوا كنديروا اللي علينا توكلوا على الله كنخدموا هذا فهمتي، مره كيجيب الله البركه مره ويمكن كل مره واشنو الحمد لله البركه راه كاين هادشي اللي كاين. وكنتمنوا ذكرى مولد نبوي شريف الحمد لله الله يدير لي فيها الخير ان شاء الله. شنو غادي نقول لك، هو راك عارف بالنسبه لهادشي ديال كورونا كاين اللي خدام كاين اللي ما خدام كاين اللي جالس كل واحد هو فهمتي، يعني بنادم هو كيشوف الحاجه كيشوف مثلا كما كنبيعوا حنا هادشي الزيوت هادشي الاملو هادشي اللي سميتو العسل اللي شي حاجه طبيعيه اللي نورمالمون خصها تكون في الدار فهمتي، ولكن بنادم كيشوف فيها ما عندوش باش يشري ما كراش تكون عنده هاد الحاجه في الدار وهذا فهمتي، ولكن الغلب الله. هاد العام هذا ما كاين اقبال على حتى شي مناسبه تا حاجه، ما هي هذيك هذا العام الله يدير شي تساور ديال الخير وصافي، وهذاك الشيء كاين كيحتفلوا ولكن داك الشيء ضعيف ماشي بحال دائما. المهم واش مبروك على كل شيء والله يسهل الامور الله يبعد علينا هذا الوباء ويكون خير ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.